On va faire un petit exemple au métal, طريقة الدخول إلى موقع مايكروسوفت تيمز. نحاول ندخل بجوج طرق. الطريقة الأولى عبر الموقع الرسمي لمايكروسوفت تيمز. دونك اون فوا تابي مايكروسوفت تيمز. مايكروسوفت تيمز في جوجل. لا دونك هو هذا الموقع، هذاك البرومي سيت عندكم، هي البرومي اللي عندكم. فوالا نحاولو ندخلو كونيكتيفو ندخلو بون. شوية ناقص. تقول أتوندي موقع هو هذا مثلا السمية ديال الجوال عندنا، دونك ندخل هنا. نكتب الرقم ديال المسار اللي كندخل به الكونت، مسار ديريكتومو ديجا راه ديجا اونجستري. أربعة الأرقام مثلا أروباسك، ولا أربعة كاتخ ليتخ أروباسك كاتخ شيفخ. دوك ندخل سو كونيكتي. مع الكونيكسيو تقيل شوية، الفيديو ربما يقدر يطول شوية. فوالا دوك هدا هو مايكروسوفت تيمز. توجور بروبليم كونيكسيو، بلي دانفورماسيون كي سويفون، معليش. وي بون بريزوري لا سيكيورتي. Donc on a parlé quelques informations de la sécurité. Les informations semblent correctes. Bam 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 bam. Abraham, Anna, vérifier. Coucher ou à la casse. Donc là, on va le voir. D'accord, il y a des questions. Donc, vidéo problème de connexion. Je suis en train. Alors, je vais changer de nom. Je chauffe. واخا بون هنا كيعطيك تيليشارجي لابليكاسيون ويندوز. بحال اللي عندك الويندوز ممكن تدخل اوتوماتيكمون للويندوز، من الويندوز ديكس الى ان ابليكاسيون عاديه كتدخل بنفس الكونت بنفس الايميل نفس المول باس اللي كتدخل به المسار. كاستاذ كتلميذ راه كتدخل بنفس الطريقه، ولكن كتدخل برقم مسار @salim.com والكود او القيد السري. دونك هنا ممكن ندير تيليشارجي لابليكاسيون ويندوز ديجا انا عندي، ممكن ندخل بيها. ولا انا يوتيليزي لابليكاسيون ويب، انا ندخل بها ندخل بها. بون الحالة ديال الكونت ديالي هنا هو هذا. دونك عندي هادو دي جروب انا اللي زدتهم، مثلا فورماسيون تيمز بخيفي سالين، المهم فورماسيون تيمز على كل. ولكن اللي عندي كتلاميذ هما هادو، عندي انا طرونك كوما انفورماتيك. دونك عندي هاد الأقسام هادو، طرونك كوما تلاتة سبعة واحد ربعة خمسة، عندي أقسام موجودة على الشراكة. دونك نحاول ندخل أوازر لأي قسم. دونك ندخل مثلا ندخل لهاد السادس. دونك أنا هاد الجروب هي اللي فيها القسم اللي ممكن تشتغل
الشرع معهم عن بعد. دوك نلاحظوا لما غادي نقول الان. دوك هنا كنجي لهاد لوبسيون هاد هاد اي هاد وي شنو كنعطيك تما انفورماسيون بون كتاك دي زانفورماسيون شنو كي يعني لي زيليمون دو جروب التلامد اللي عندك مثلا التلامد اللي عندي انا عندي 30 هاد الجروب فيها 30 تلميذ يعني عندي 29 وانا هو 30 دونك هادو سميت التلامد اللي عندي تمام دونك الان القسم اللي عندي هو هذا يعني اي تلميذ دخل في دخل الاخر يطلع له نفس السوا يطلع له هاد لا ليست هادي فيها التلامد اللي معاه وفيها الاستاذ اللي كيقريها هاي إن فوا التلميذ يدخل يدخل المسار كيلقى لي جروب مثلا جروب نون فورماتيك يدخل ليها غادي يلقاني انا جروب مثلا اللي ديكاس التربية الإسلامية غادي يدخل ليها غادي يلقى أستاذ التربية الإسلامية وهكذا ممكن يلقى أولين إلا كانوا في نفس اللحظة مثلا في استعمال لحظة المستعمل الزمن ديالهم غادي يكونوا أولين بجوجهم يعني جميع التلامد مع الأستاذ ديالهم كل مادة ممكن يدخل يلقى اوف لاين ولكن يلقى لي كنت مثلا الكونتوني اللي اشتغلت له انا مثلا هو موجود فالتلميذ ممكن يشوف ها دونك نفترض مثلا عندي تلامد وكلهم طالع ليا اونلاين دونك اي حاجه ممكن تواصل معاهم هنا يعني في الكونفرساسيون ممكن نكتب ليهم طابي ليهم ممكن نصيفط لهم ديكور مثلا بي دي اف ممكن نصيفط لهم ديزيماج ممكن ندير تفاعل صيفط لهم مثلا دي اكزرسيس صغير ونتفاعل معاهم ممكن ها عندي نوتخ اوبسيون اللي هي هادي هاديك ديماغي كتبدل هنا ديماغي ان غينيو يعني كندير بيه كندير بث مباشر دوك جو كليك سور كليك على هادي دوك بلانيفي ان غينيو على كل دير انا ديماغي ان غينيو هنا التلامد ولا هادو الاعضاء اللي في الجروب اللي هما تلاميذ غادي يشوفوني ونديرها ممكن تواصل في نفس الوقت ممكن انا نصيفط ايماج يتفاعلوا معاكم لا تصيفط مثلا درس ولا واحد الفقره ولا واحد التمرين ولا هكذا وكدي ما غير ان غينيو طرح اسئله وهذا كدي ما غير ان غينيو جو كليك سور هنا راه عندي لاكام ديزاكتيفي علاش لان هي اللي مستعمله في هذا دوك عندي كام وحده ديال بي سي انتيغري من المستعملة دونك نفترضو مكانش هاد لاكام كطلع ليا لاكام هنا دونك انا جو في سي ميم هنا ممكن كاع نحيد هادي ها ندير هاد بلاس نحيد هاد لاكام هي حيدتها مزيان دونك نتمنى ان هادي طلع ليا انا ديزولي نو زون با مي كونيكتي وندير في سي ربما عندي بروبليم دو كونيكسيون نتمنى دابا يعطيني الكونيكسيون عندنا اكسي دي لا كاميرا سير اكسي دي لا كاميرا دونك فوالا دونك بوي هاد الفيديو دونك ها الكاميرا دونك تلامد كيشوفوني بهاد الشكل هذا اللي كنتكلم به دونك هنا شنو عندي لي زوبسيون هنا ممكن نحيد الصوت ولا نزيدو المهم هنا بارطاجي ليكخون ممكن بارطاجي ليكخون ديالي بمعنى بارطاجي ليكخون يعني مثلا ندير ان زون ونبارطاجي دونك نشوف شنو عندي هنا في هاد ليكخون دونك على كل هادي كتفعل دونك جو كوا عندي بروبليم فوالا ديزول ما بغا با دونك عندي مشكل الكونيكسيون على كان على الاقل نطفي الروتور و نعاود نخدمو بون جميع الاحوال غادي نرجع عندك لاكا نشوف غادي تيلي كونتاكت هنا كيصيفط ميساج كيصيفط دي نوتيفيكاسيون اللي عندك لي زامي ولا دوك التلاميذ اللي عندك في الجروب دونك في حالة كنتي اونلاين تاهما كيطلبو بانك خصهم ديجا يكونوا داخلين تاهما اونلاين دونك هاد لابليكاسيون ممكن تانستاليها في البي سي ممكن تدخل ديريكتومون في السيت عادي في الانترنت عادي دبل في دبل في بوا وتكتب بالموقع هذا ولا تطاب بيها في جوجل ويطلع لك لو ليا ديال لو سيت ممكن تانستاليها في التليفون ممكن تانستاليها في ان اوتر سيستيم غير الويندوز اللي عندك مثلا ماكنتوش عندك سي با
عندك اندرويد، اندرويد هو ديال التليفون، عندك مثلا لينكس ولا نوتخ سيستيم ولا تقدر تشغل اخر من غير الويندوز. بون يعني لا بلاتفورم تانستالا في اي سيستيم، اي سيستيم ديكسبلوزيون. دونك بون اكتيفي لا كاميرا، دونك درناها، جرب مثلا هاد لوبسيو هادي، راك دو بارتاج، شوف هنا اتراكسيون، شاهد هنا هنا كيكون عندك كلامد، بس عندك كلامد بغا شي واحد يتكلم كيدير هو، كيكليك على هاد لوبسيو كطلع لك مزال، كتكون بالاصفر كتكليكي عليه ممكن يتكلم هو، يعني كيكون هذاك الشيء تفاعل مباشر وتفاعل. لا بغيتيش تكلم كديكوشي عم كيبقى سهل، متبقاش عندو لاكسي باش يتكلم. وهنا لو بغيتي تسجل الفيديو ديالك بيان سور، بغيتي تخلي خاص تخلي اونجستري، يعني حتى اللي ما دخلش في هذيك اللحظة ولا في هذيك الساعة ولا هذيك الحصة ممكن يدخل من بعد. لا ممكن ديزاكتي الفيديو، هادو هما لي زوبسيون. افيشي لي بوتون على كونفاسيون مود بلا ايكخو، لا بغيتي تشوف يعني باش تبقى غير مركز على الكلامات كتكبر عادي، باش ما تسمعش الانتباه ديالك يبقى مركز، تبقى غير زعما في لورديناتور ومع الكلام. هما لي زوبسيون اللي كاينين، افيشي لا كونفاسيون، شوف هنا لي بارتيسيبو اللي كاينين كيطلعو لك هنا، يعني افيشي لي بارتيسيبو يعني الكلام اللي عندك. دونك هنا مثلا سيجيستيو خمسة، دونك كنظن هادو هما لي نورمالمون كيكونو، فوالا دوك هما هادو غادي يبداو سيجيستيو سام، نورمالمون كاين هنا 30 عضو، يعني سود 20 تلميذ وهنا هو 30. دونك لي كيكونو في هاديك اللحظة داخلين راه كلهم كيطلعولك هنا، ممكن كتفاعل معاهم غير كتكليكي. دونك غير بالتجربة تدريجية نتا الأمور تولي عادي. ليسونسي هنا هو الكلام خصهم يكونوا داخلين في نفس الحالة اللي داخل فيها انت، يعني وفق لومبلو وفق استعمال الزمن ديالك وديالهم بيان سي. دونك هادشي اللي كاين هنا. دونك عندكم الاختيار ديال انك دير فيديو اون ديريكت وتواصل معاهم، عندك الاختيار انك ما ديرش اسيدي هاد الفيديو اون ديريكت. تواصل معاهم ب تكون معلش تواصل معاهم ب داكشي يكون اكري مثلا، شي كان تكتب ليهم انا هاد النوع ديال الكونفرساسيون، هاد لا زون دو كونفرساسيون، ممكن تواصل معاهم، ممكن تصيفط صورة، ممكن بغيتي تكتب تاكس تتكلم معاهم، تطرح اسئلة بشكل اللي بغيتي. دونك هادشي اللي كاين في هاد مايكروسوفت تيمز. وي هادشي اللي كاين. دونك حنا دخلنا الان بهذه، ممكن ندخلو بطريقه اخرى. لاحظوا انا ديجا راه عندي ديكور هنايا، فوالا مو هادي ايماج صيفطها ليها دونك تاريخ 23/9 بحال هاكا. بون هادشي اللي كاين في هاد تيمز. المهم اهم شيء هو الاستاذ كيدخل، كامل خصهم يكونوا تما داخلين. دونك باش تلقى التلامذة ضروري خصك تفعلهم في مسار، قبل كتدخل المسار وكتفعل الأقساط ديالك، من بعد كتدخل عام بشكل عادي. في حالة اللي ما تفعلوش التلامذة ممكن قبل ما يدخل تيمز يدخل هاد اوبن، يدخل بليتو الاوفيس، عكس هنا اوفيس اوفيس جو كخوا كنظن 365 كنظن 365. دونك هادي كتكتبها وكتدخل بهاد الكونت ديال اوفيس. دونك انا نحاول ندخل تاهو بنفس الطريقة، بنفس زعما الايميل والمود باس اللي كندخل بيه المسار. دونك نحاول ندخل تسجيل الدخول وندير لوجين هنا. دونك تلاحظوا حتى هاد مايكروسوفت تيمز راه كتنتمي للاوفيس بما فيها الوورد والاكسل والباوربوينت، حتى هاد مايكروسوفت تيمز تنتمي للاوفيس، مايكروسوفت اوفيس. دونك كنظن غادي نطلع هاد الكاميرا هادي. دونك دابا هاد الكام الصغيرة هي هادي، دوكا هي دوكا نرجع ديك الكام. بون دونك اوفيس راه عندي مشكل في الكونيكسيون، غنتسناو شي شويه
ونشرب قهوة ديالنا وديالنا هذا هو الفيس ضروري شي تصبر. دونك لاحظوا هنا هو دخلنا شنو كيعطيك هذا مايكروسوفت مايكروسوفت اوفيس شنو فيها في بليزيوغ اوبسيون في وورد اخر وورد اخر فيرسيون اكسل باوربوينت هذا اوتلوك المهم على كل حنا اللي كاين من اول وورد والاكسل باوربوينت ما دخلش الشهر فيهم بزاف. دوكو عندكم تاع تيمز اللي تين ابليكاسيون اللي كليكيتي هنا ممكن تيليشارجيها وي دوك هنا ممكن تيليشارجيها هي انستالي اوفيس دوك هنا تيليشارجيها من هنا سيمبل شوف هنا اكسيد واخا ندخل هنا ندخل هنا ممكن يعطيك لوليا دو تيليشارجي ممكن يعطيك ممكن تدخل من هنا في نفس الوقت. دوك هنا ممكن تاكتيفي التلاميذ الحالات لما تدخلوش لك ديريكت من تيمز ممكن تدخل اوفيس اللي قلنا 365 305 اوفيس 365 وكتاكتيفي الكلام ديالك بشكل عادي. فوالا دونك اون فوا انا كتدخل كيعطيك التلامد هنا كتاكتيفي لي جروب اللي سبق لك مشيتي للمسار ودرتي لهم تفعيل كتجي هنا كتاكتيفي بحال كتكونفيرمي هذاك التفعيل اللي درتي في المسار كتكونفيرمي هنا صافي كيطلعوا لك الكلام ديالك هاك وانت كطلع عندهم اوتوماتيك تمام. دونك هادشي اللي كاين بون دخلنا بهذه الطريقه وهذه الطريقه دونك بقات لينا طريقه اخرى اللي هي ندخل بلابليكاسيون. دونك لابليكاسيون تلاحظوا ديجا عندي انستالي هنا هي هي دوك مايكروسوفت تيمز اللي عندك مثلا تليفون انستاليها من بلاي ستور طلع لك فهي عندها تقريبا نفس ليكون عندك هنا في السيستم المهم هادي هي ليكون ديالها غادي نكليكي عليها وغادي نشوف دونك جو كليك سيغ نشوف شنو تعطيني ديجا عندها بروبليم دو كونيكسيون نتمنى زعما تمشي دوك هي هادي مايكروسوفت تيمز كنتسناوها تا كتشارجي الشارجمون ديالها هادي و كندخلو بنفس الكونت و كنلقاو نفس لي داكشي لي لقينا كنلقاو نفس تقريبا نفس لانتيرفاس نفس الاخر ها دونك لاحظ من يشتغل لاحظ طريقة الاشتغال صافي و كتفاعل مع المتلم ديالك بيان سير وفق هذاك البروغرام اللي عندك في لوبلو هادي طو باش ما تكثرش عليهم واخا تبغي زعما دير مزيان وتبغي تعطيهم الوقت وكذا ولكن ما خصكش تكثر عليهم لان ما عندهم مواد اخرى عندهم التزامات اي لا ربما في الويكاند ولا مثلا في الليل ولا سولك شي واحد ولا ممكن فو ميو زعما ريسبكتي لي كلاسيونس ديالهم تحصل معاهم سي تمشي عاوتاني عند قسم اخر وهكا باش انت تكون مرتاح باش انت ممكن تشتغل عادي باش تبقى لا كونتينيتي تبقى استمرار. دونك كتلاحظو هنا راه عندي مشكل كنوض في الكونيكسيون انا في الانتظار دونك من نفس الطريقة كندخلو على مايكروسوفت تيمز بالابليكاسيون كتعطينا ابو بخي لا ميم فونيتخ اللي عطاتنا هنا تقريبا نفس الطريقة كندخل بشكل عادي كندخل ليكيب مثلا هنا كتلقى مجموعات اللي عندك مجموعات الأقسام بحال لو بغيتي تزيد انت مجموعات من عندك من اختيارك من اهتماماتك مثلا عندي انا جينيت نتفليكا مثلا ديال القنيطرة على كل فورماسيوس المهم شي حاجة انا دورتك ليا شي حاجة اللي كتبان ليا مزيانة ممكن تفيدني ممكن نستأنس بيها ممكن ندخلها ممكن ندخلها نوتخ دومين ماشي بالضرورة غير هادشي في ابليكاسيون ممكن ندخلها لان هاد تيمز راه تابع لميكروسوفت ميكروسوفت عالمية دونك المغرب غير ربما دار شراكة مع تيم مع هاد ميكروسوفت وخدا واحد لابارتي اللي ممكن نشتغلو فيها ما هي ممكن اي واحد يدخل ممكن قاعد تدخل دوخ كونت شي غير الكونت ديال التعليم كيبقى ريزيرفي للتعليم غير فوق كتدخل نتا بالكونت ديال الاسر كتلقى التلام ديالك لا دخلتي بو دي كونت وحدين اخرين نتا اللي خصك تكخي دي جروب وتشوف حسب الاهتمامات ديالك
هذيك بحال كاع جميع لي تقريبا لي نسميهم لي ريزو سوسيو، نسميهم لي زابليكاسيو سوسيو، المهم لي بغيتو انفورماسيون. سبحان كنظن مع كنظن هادشي اللي كاين. ايه بون كنظن بون تحياتي لنفسي هادشي اللي كاين الان، وكنوقف على الفيديو. لا تحية، السلام عليكم.